نتوقع ان فريق الجيش الملكي غيكون هو الفائز، وحنا ما كنعتبروش هذا كلاسيكو، لان كلاسيكو يكون ما بين الفرق اللي توجد باكثر الالقاب، وحنا فريق الرجاء كنعتبروا فريق مختلط، اذا فلا ما كنعتبروش هذا كلاسيكو. هذا اللي بس عنده معنى كنظن كلشي فاهمو، راه الصوره كتوضح كلشي وكلشي معروف. هذا ميساج راه عارفينه وما بنحتاج نوضحه. الوي نتمنوا من الله العسكر يفوز على الرجاء البيضاوي، ونتمنى والله نقربوا للصداره، وان شاء الله يكون الفريق ديالنا اللي عزيز علينا اللي هو العسكر اللي كيمثلنا في المدينه ديالنا وفي الجهه ديالنا، واللي عزيز علينا واللي عنده تاريخ كبير في الامه ديالنا اللي هي المغرب. عاش 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 عسكر، ديما لفار. ان شاء الله نتمنى يكون يدوز في اجواء جيده ان شاء الله، ومرحبا بالجمهور ديال الرجاء البيضاوي على هذا، وديما عسكر اخويا، ديما عسكر، ديما عسكر ضروري اخويا، راه ان شاء الله اليوم غنربح. والولد ديالي الولد ديالي فراوي وعزيز عليه فار، وديما لي فار. قول لهم ديما لي فار. شكون غادي يربح اليوم؟ لي فار. شحال؟ 2-0 والعز. اول حاجه حاضر على ود الفرقه، ماشي على ود شي حاجه اخرى، كانها مباراه عاديه. حنا فرحانين الصحوه ديال الفريق اللي 10 سنين ولا اكثر اللي ما ديناش الشباب شي بطوله، يعني راه صبرنا بزاف. شي جمهور اخر في المغرب ما غيصبرش قدنا، راه ما مستحيل. هذا راه بين 10 سنين راه واحد مستحيل. تحيه للسلاويين كاملين العسكريين وبيبينير، وشاني حاجه تنتمنوا الفريق العسكري يكمل الصحوه ديالو في هذه المباراه هذه، باش نشاركوا ان شاء الله شي مباراه قاريه، واللي نبغيو الفريق شقا يزيد ان شاء الله من هنا لقدام. حيت الرجاء هي الحلم ديالنا حقيقي، باش نربحوها في كل ماتش اصلا، مما جات جي نربحوها الرجاء، وبغينا شي 3 بوان ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.